اليوم وسط ميدان جديد خليل رشيد العرفاوي شهاب العبيدي، كيف شفت التوليفه هذيا الثلاثه؟ هل نجحوا في المقابله نتاع البارح قدام دريمز الغاني الثلاثه من لو تيران اللي شفناهم البارح؟ هو شوف بارابور للمنافس ممكن كانت الامكانيات نتاع الملاعبيه يوالموا يعني سو جونر دادفيرساري اللي نادي افريقي يفوقوا على المستويات الكل. ما نتصورش ممكن كانت رزينة ولا ممكن يعطل الفريق اوفنسيفمون لو كان زوز لاعبين وسط ميدان دفاعيين وقدامهم الريجيسور. ممكن الفورمول هذه بون هي معاش اضطراريا صارت الحكايه والا محضره، لكن كانت حاجه تري بينيفيك انه يكون عندك لاعب وسط ميدان دفاعي ودو جوار اللي عندهم الفوكاسيون اوفنسيف. وقلنا ديجا احنا قبل الماتش اللي تري امبورتون انه ما يكونوش ثلاثه على نفس اللين، يكونوا زوز وراء اللين نتاع وسط الميدان ويتحركوا غاديك، وهذا على الاقل حس بالامكانيات نتاع العرفاوي وشهاب بينجموا يقوموا بالدور هذاك، وهذا اللي عملوه في على الاقل ثلث الوقت اللي لعبوه مع بعض. دونك حسب رايي كانت لو التفكير كان من الاول انه يكونوا ملاعبيه هذوما تفكير ناجح يعني حسب امكانيات الملاعبيه هذوما، لو كان اضطراريا كان من حسن حظ النادي الافريقي اللي لقى زوج لاعبين اللي عندهم التفكير هذا والفوكاسيون اوفنسيف. لانه كي تشوف الصوره نتاع الهدف الاولاني لو ما كانش عندك لاعبين عندهم اسي دابيليتي تكنيك راه ما تسجلش، لانه المزيانه وقت اللي خذا الكوره مد العرفاوي في اسباس صغير وعرف كيفاش يمدها، عرفاوي مد ليدو رغم ان الكوره صعيبه ركعها ومدها صحيحه، من بعد مشات شهاب نفس الشيء في اسباس صغير عمل جيست تكنيك ومده وصلها لصرار في توش واحده، شكون كمل الاكسيون المزيان اللي في الديبار نتاع الاكسيون كان بريسك بعيد هو 16 متر سكوند. دونك الامكانيات الفنيه نتاع الملاعبيه سورتو نتاع شهاب والعرفاوي مع ثلاثه المهاجمين اللي موجودين البارحه مزياني ايدو صرار في كانت حاجه تري بينيفيك للفريق ضد منافس حسب رايي كان متواضع، وكان لازم تحط له اكثر ما يمكن من لاعبين عندهم الصبغه الهجوميه باش الدفاع. والله هذاك علاش خلى النادي الفريق احسن من المباراه في ال 20 دقيقه الاولانيه، لانه وين وتحسوا يعني حتى بعد في الشوط الثاني ولا تلت المباراه وين يلكسيلير يهز شويه الريتم منها فما فرصه ولا اثنين. دونك كان فما فوارق كبيره اكدهم ممكن كان تري بينيفيك كما قلت لك وجود العرفاوي وشهاب في وسط الميدان الهجوم نتاع الفريق. انتم الاولاد ديما من منذ انطلاق الموسم تحكيوا على افكتيف ريش بالنسبه للنادي الافريقي عنده الحلول السعيده السايبه، ديما نحاول نربط سلون الادفيرسير ولا غيره. امين قرا قال انه غياب غيث الصغير وسام بن يحيى اثر على النادي الافريقي. دوك لو نعملوا كومباريزون المقارنه قلت مؤثرين ما قلتش اثروا خاطر دو جوار اللي لعبوا رشيد وشهاب ما عاد خاطر تفرق خاطر شهاب ورشاد كنت ديجا نحكي عليها مو رشاد عمل انتري جرون ماتش معناتها حطوا في كونتكست جديد سوربريز وعمل ماتش به، لكن هما لي دو جوار هذوما هما عملوا لي مقارنه شكون خير ما يسالش على ماتش. انا قلنا لك بارابور للادفيرسير نتاع البارح تستحق لاعبين عندهم صبغه هجوميه اكثر فهمني، وكان العرفاوي وشهاب هما البروفيل غيث وسام عندهم صبغه هجوميه. ولو اني يعني عمري ما ريت رشاد العرفاوي عنده صبغه هجوميه، هو يصلح اكثر في الفولي اللي لعب فيه البارح اكثر من اللي يكون في الصبغه الهجوميه. اش معناه؟ عمره ما كان لاعب تريز ادروا القدام، عمره ما كان لاعب يماركي برشا، عمره ما كان لاعب يخلق برشا، كان ديما لاعب ترافايور سور لو كوتي، كي تحطوا على الليل مهمته اكثر باش يبلوكي لاريير كونترو لاترال كو باش يعمل الزياده العدديه، دونك يوخروا سعيد نجح فيه قد قد. حتى البارح سمح جست بربي قال اسمع فيك خلينا نكمل كلام هذيك بلاصه ويلوري دو يثبتوا ويجربوا قبل توا، عمره ما يلعب القدام غادي قبل مزياني والا قبل حمدي العبيدي في المباريات اللي باش تنزل فيهم الكلوب لا عنده لا الفنيات الفرديه ولا هو ادروا قدام البيت ولا هو عنده فهمتي ولا لا جروس فرا. بار كونتر شو عنده؟ عنده ان اسبري تكتيك ممتاز، لاعب تكتيكي بامتياز، عنده بروفيل نتاع روليور يعيط ولا نتاع اكسونتري في 3-5-2 صحيح. اما عمره ما كان ان 4-3 بور، عمره ما ينجم يلعب لك جناح. دونك هذاك بلاصته غادي فريمون اني ننصح سعيد السايبي خليه غادي اخدم به كسوليسيون غادي كسوا سوليسيون بلان ا ولا بلان بي. اما خويا ما عادش ترجعوا في الجناح، في الجناح ما ينجمش يعطيك حتى في الماتشوات اللي انت طالبوا فيهم. معناها بلاصته شكون هو؟
شو هو غادي هو سوليسيون مش فهمت هو سوليسيون افهموا افهموا بور اون فوا بربي جمهور جمهور كره في تونس يا دوك راه قاعد مع دوز اونترينور انا يا خويا نفهم مش كره فهم الناس اللي افهموا اللي الكره تتلعب هم لي زونترينور ب 18 ماشي بعديه اي فاهم لحد اليوم اليوم تضرب لي غير سامحني بالله سامحني جوست باش نوضح معلومه خاطر انت تو اليوم كي باش تحكي هكا فما غيرك راه قاعد يسمع ما يفهمش هاني قلت لك افهم الكره تتلعب الكره مش بثلاثه يلعبوا سيزون كامله فوالا تضرب لي غير تضرب لي خالي تضرب السؤال اللي سالته انا يسال اي واحد ما فماش بلاصه يقول لك بلاصه شكون لا ما فماش بلاصه هو سوليوشن دو روشون سوبليمونتير في الاربعه ثلاثه ثلاثه في الاربعه واحد اربعه واحد اون طونك روليور والا ان دوزيام منور ها هو فوالا بالضبط من بعد المدرب كيفاش باش يقرا الجمعيات باش يلعب كونترهم كيفاش باش يوظف ال11 نتاعو باش يبدا ديما في باله اللي رشيد يكور فيك الريكتانجل هذاك هو ديجا كلام على الكلور شو كلام اول ماتش لعبوا ضد النجم في بالي في سوسه عمل اسيست